بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وولاه نرحب بكم في درس اليوم من الصف الرابع الابتدائي تلاوه لسوره الاحقاف. نذكركم كيفيه التلاوه الصحيحه اولا ان تتابع من المصحف لتشاهد الايات وتشاهد الحركات وايضا تشاهد الحروف. كذلك ان تركز على النطق الصحيح اي كيف انطق الحرف وكيف انطق الحركه حتى يسهل عليك التطبيق. كذلك عندما تطبق ان تقرا بتأني اي لا تستعجل فانت في مرحله التعليم تكون تلاوتك هاديه وايضا عدم الاستعجال حتى لا تضيع عليك الحركات أو الحروف كذلك تنتبه إلى العلامات التي شرحناها لك ونذكر الآن بهذه العلامات تذكر علامة السكون بهذا الشكل وتذكر أيضا أن أي حرف من حروف المد ألف أو واو أو ياء عليها هذه العلامة هذه علامة مد فتمدها فتقول مثلا آه أو تقول أو, أو تقول إي. أيضا تذكر هذه العلامة، هذه علامة الألف، ألف مد تأتي بعد الحروف، فلا بد أن تنطق بها ولا تحذفها. أيضا لا بد أن تعطي الميم المشددة والنون المشددة حقها من الغنة، لا تستعجل فتقول هنا ثم إن لا بد أن تغنها بمقدار حركتين ثم إن وهذه الغنة تأتي مع القراءة بتأني أيضا لا بد أن تقف عند رأس الآية إذا أنت قرأت ووصلت إلى هذه العلامة قف هنا وخذ نفس ثم اقرأ الآية التي بعدها فلا تستعجل وتصل الآيات مع بعضها فينقطع النفس أيضا شاهد هذه العلامات ذكرناها من قبل صلا قلا الجيم هذه تراها أين تراها فوق الكلمات هذه دليلة على الوقف فتقف وأنت تقرأ إذا وصلت عند هذه العلامات فوق الكلمة تقف عندها وتأخذ نفس ثم تصل بالكلمة التي بعدها الآن نبدأ نأخذ بعض الكلمات نتعرف على نطقها نطق صحيحة ركز معي وأيضا كرر معي وأعدها مرة ومرتين حتى تتقن قراءتها لاحظوا الكلمة الأولى في أول السورة حرفين ح ميم لاحظوا الآن عامة المد معناها تمدها طويلاً فتقرأ هكذا حاميم حاميم إذا هذه الكلمة كررها واعدها حاميم الكلمة التي بعدها لاحظوا الآن الميم مشددة وأيضا الألف ممدودة تمدها عَمَّا أُنذِرُوا عَمَّا أُنذِرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ عَمَّا أُنذِرُوا الكلمة التي بعدها لاحظ الان همزه بتاع. إذا بدأت هنا ركز معي في قراءتها قراءة صحيحة تبدأ هنا تحول هذه الهمزة إلى ياء فتقول إيتوني إيتوني هذه الهمزة همزة وصل تقرأها مكسورة إي ثم هذه تحولها إلى ياء فتقول إي 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 إي, إي ائتوني اذا تقرأ هنا ام لهم شرك في السماوات لاحظوا علامه الوقف هنا صله ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا اعيدها مره اخرى ساقف هنا عند السماوات صله ثم اصل هنا ثم نقرا الان ام لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا اذا نعيد الكلمه اذا بدات من هذه الكلمه تقول ايتوني لاحظوا هذه الكلمه بعد الثاء الف اثاره أثارة أو أثارة من علم أو أثارة من علم أثارة أثارة من علم لاحظوا هذه الكلمة هنا ألف بعد الراء ألف أم يقولون أم يقولون افترى أم يقولون افترى راه راه أم يقولون افترى لاحظوا الآن نون مكسورة ركز في هذه كيف تنطقها قل إن افتريته ان افتريته اني انف انف نون مكسوره بعدها فاء ان افتريته التاء مضمومه ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا إذا هذه الكلمة افتراه وهذه الكلمة إن افتريته لاحظوا هذه ليست ياء ألف يوحى لاحظوا الألف الصغيرة هنا وفوقها علامة المد يوحى إلي. وهذه ليست ألف، هذه ياء. يوحى إلي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يوحى إلي. لاحظوا هذه الكلمة الذال ماذا عليها؟ أحسنتم عليها سكون فتنطق الهمزة مكسورة وإذ 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 لم يهتدوا به وإذ لم يهتدوا به لا تأتي بألف وتمدها وتفتحها وتقول إذا لا إنما هي وإذ وإذ هذه علامة السكون. لاحظوا أيضاً هنا الف بعد التاء كيف تنطقها؟ نعم كتاب كتاب وهذا كتاب مصدق لساناً عربيا كتاب مصدق كتاب كتاب لاحظ النون المشدده تعطيها حقها من الشده والغنه ان الذين قالوا ان الذين قالوا ان ان وهذه الميم ايضا تعطيها حقها من الغنه ميم مشدده ثم ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا ثم استقاموا إذن إن ثم الصفحة التي بعدها لاحظوا هاتين الكلمتين هذه ألف أم ياء وهل هذه الف ام ياء؟ نعم هناك فرق بينهما اخذتموها قبل قليل اذا هذه الف على وهذه ياء علي 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 وعلى علي وعلى نقرأها أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي علي وعلى والدي علي وعلى وهذه يا نعم صحيح يا لاحظوا هنا شد فتحة شد فتحة علي والدي علي والدي علي وعلى والدي علي وعلى والدي 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 ليست والدي د إذا قلت والدي فقط الأب لكن قلت هنا والدي أي الأب والأم علي وعلى والدي لاحظوا الان بعد الضاد بعدها الف كيف تنطقها نعم ترضاه ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي ترضاه لاحظوا الان ركز في هذه الكلمة: أَ أَتَعِي, أتعي دَانِنِي النونين كلها مكسورة وبعدها ياء أتَعِدَانِنِي دَانِنِي والذي قال لوالديه اف لكما أتعدانني, اتعدانني ان اخرج اتعدانني ان اخرج اتعدانني اتعدانني ممكن تقراها بتقطيع اتعدانني أتعدا نيني. ثم تصلها أتعدانني الكلمة التي بعدها لاحظوا الآن آمن ويلك آمن ويلك آمن ويلك آمن لاحظوا هذه الكلمة ولي وفي فيهم. ولي يوفيهم ولي و ولي و ولي يوفيهم. ولي يوفيهم. لاحظوا الان يوفيهم يوفيهم ثم اصل هذه بعدها قبلها ولي يوفيهم اذن ممكن تجزئها تقع من هنا يوفيهم فاذا اتقنتها يوفيهم وصل بها وليوفيهم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم لاحظوا الآن الذال ساكنة والها بعدها مفتوحة ثم الباء ساكنة أذهبتم أذهب أذهبتم 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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم أذهبتم, أذهبتم. لاحظوا هذه الكلمة لتأفكنا لتأفكنا قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا لتأفكنا فأتنا بما تعدنا 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 لاحظوا هذه كيف تنطقها؟ راء بعدها ألف نعم أراكم ولكني أراكم قوما تجهلون أراكم أراكم لاحظوا اللام مفتوحة تدمر كل 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 تدمر كل شيء بأمر ربها كلا كلا هذه الكلمة مساكنهم 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 فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لاحظوا الآن كيف تنطق هذه الكلمة في ماء مكناكم شدات هنا والميم مشدده غنه في ماء مكناكم في ماء مكناكم مكناكم ان مكناكم في ماء مكناكم لاحظوا الآن فبعدها همزة مكسورة وأفئدة وأفئدة وأبصارا وأفئدة فما أغنى "وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى وافئده". لاحظوا هذه ذكرناها قبل كيف تنطقها؟ نعم إذ، أحسنتم. "ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا، إذ، إذ" فلولا نعم نصرهم الذين نصرهم الذين فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه الان الصفحه الاخيره هذه ايضا نعم واذ واذ وهذه ويجركم ويجر جر ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب يجب ومن لا يجب يجب المقطع الأخير كيف ننطق هذه ولم يعيا يع يا هذه ياء مفتوحة يع يا يع يا ولم يعي بخلقهن لاحظوا هنا يا اين ثنتين هذه ياء وهذه ياء يحيي بقادر على ان يحيي الموتى يحيي يحيي الموتى الكلمه الاخيره لاحظوا الان هنا جيم هنا جيم معنى في وقف هنا وفي وقف هنا "لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون" تقف هنا فتقول بلاغ الآن نطبق على المقطع الأخير استمع وردد معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم "كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون" الآن بعد أن استمعنا إلى الآيات وتعلمنا بعض الكلمات عليك الآن أن تراجع هذا المقطع من جديد وأيضا تستمع لها ثم تطبق بقراءة هادية أسأل الله لكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد